إجراءات يعني الصراحة من أول ما دخلنا أخذوا من عندنا الحرارة وشيكوا إذا إحنا مطعمين أو لا، يعني كانت ما شاء الله الإجراءات سليمة. الإجراءات والله ممتازة، كل الناس اللي فوق 18 لازم مطعمين، والناس اللي تحت 12 يكونوا معهم أحد مطعم. أحب والله متحمس يعني، وخاطري مقدش من زمان، وصار لنا فترة ما رشينا السينما. في قانون ان نحط الماسك طول الوقت، وفي تباعد كرسيين من بين كل شخص او شخصين، فمطمن الحمد لله. صار لي فترة طويلة مو جاية السينما ابدا ابدا، وواجه متحمسة ان انا بجي السينما. يعني يوم حجزنا مقاعد كنا نبي تحت بعض، بتقالوا لنا لا لازم اول يعني بسطر واحد عشان التفرقة، كان اثنين يتركون محلين وبعد كمان اثنين، والحمد لله كان شعور حلو يعني، الواحد رجع للسينما حس الحياة رجعت طبيعية شوي. الدنيا أول يوم عيد نبي نشوف يعني الواحد يستانس شوي، فكان شعور أوكي، كان شعور حلو صراحة، كان شعور جميل جدا. يعني من زمان ما حسينا في شوية أكتيفيتيز هيك في حياة زي قبل 2020 وتصير البانديميك، فالحمد لله يعني بعد التطعيم وهاي الاحترازات الاحتياطية شوي الناس صارت تحس في حياة مرة تانية بالبلد. والله رايحة فيلم مصري نسيت اسمه، بس مستانسة لأنه كوميدي وخاطري أضحك يعني شيء أفرفش شوية.